مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. كل اللبنانيين ينظرون إلى ما ستؤول إليه أعمال الحكومة الجديدة بما يخفف من عذاباتهم ومعاناتهم مع المرض وفقدان الأدوية ومع الحركة المشلولة وفقدان البنزين ومع الكهرباء الغائبة أصلا إلى فقدان المازوت والمواد الغذائية. وفيما خص المازوت نشير إلى أن السيد نصر الله سيعلن هذا المساء وصول مئات صهاريج المازوت من بنياس السورية إلى الأراضي اللبنانية لتوزع على المستشفيات والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية. الحكومة انطلقت فعليا بصورة تذكارية وعقدت جلسة لمجلس الوزراء وشكلت لجنة لصياغة البيان والتأمت في السراي الذي انتقل إليه الرئيس نجيب ميقاتي من دون طبل أو زمر، ولكن عكرت هذه الأجواء الوزيرة زينة عكر بإشكال مع الأمين العام للخارجية هاني شميطلي حول البريد الدبلوماسي، وتعرض شميطلي للضرب من قبل مرافقي عكر علما أن وزير الخارجية أصبح عبد الله أبو حبيب وإن كان لم يتسلم مهامه بعد. تفاصيل النشرة نبدأها من أبو عبده. صورة تذكارية للحكومة ذات الرقم 77 ما بعد الاستقلال وذات الرقم 23 ما بعد الطائف والرابعة في عهد الرئيس العماد ميشيل عون والثالثة يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، تم التقاطها في القصر الجمهوري في بعبدة مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد الصورة التذكارية عقد مجلس الوزراء أول جلسة له وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء. استغرقت الجلسة 30 دقيقة وتم في خلالها تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية نائب رئيس الحكومة ووزراء الإعلام والعدل والطاقة والمالية والثقافة والتنمية الإدارية والداخلية والتربية والعمل والزراعة. وزير الإعلام جورج قرداحي تلا بيانا وصف بالفضفاض وبما يشبه خطوطا عريضة وفرعية لما يمكن أن يكون عليه البيان الوزاري للحكومة. الوزير قرداحي سرد ما استهل به الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء من عرض الأوضاع المتفاقمة في كل المجالات، أولها الظروف المتردية جدا، فنحن أمام مسؤوليات وطنية كبرى. وتمنى على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية الأفكار والمواضيع الأساسية التالية، وهي على سبيل المثال كما قال: خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة، ما ورد من إصلاحات في المبادرات الفرنسية، إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها والتي حددت في 8 أيار عام 2022، استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، المضي في خطة مكافحة الفساد لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن، تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF، متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها، إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكنزي لتحفيز القطاعات الإنتاجية، العمل على عودة النازحين السوريين، وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، تنفيذ مقررات مؤتمر سادر بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري، استكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء. في الجلسة الرئيس نجيب ميقاتي طلب من الوزراء قدر الإمكان الإقلال من الإطلالات الإعلامية لأن الناس تتطلع إلى الأفعال، يجب العمل من أجل الناس، من أجل إيقاف إذلال الناس. نحن حكومة ستعمل للجميع، للموالين وللمعارضين ولجميع الناس من دون استثناء، لمن يمنحنا الثقة ولمن يحجبها. صحيح أن الوضع صعب، ولكن لا شيء مستحيل متى كانت النيات صافية. يد واحدة لا تستطيع التصفيق لوحدها، المطلوب تضافر جهود جميع اللبنانيين ومن جد وجد. قال الرئيس ميقاتي: لا تخيبوا أمال اللبنانيين، لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال، الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني
نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذل فيها ولا تمنين. وزير الإعلام جورج قرداحي أوضح اللغط والتفسيرات الخاطئة التي أعطيت لتصريحه الأحد في المطار، مشيرا إلى أنه لم يطلب بل تمنى الموضوعية وعدم بث الأجواء التي لا تفيد مسيرة إنهاض الوطن والبلاد والعباد، وتمنى على الإعلاميين التعاون في السياق الذي يفيد خروج لبنان من أزماته. الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري انعقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكدت مصادره لتلفزيون لبنان أن العمل سيكون سريعا لإنجازه. فور تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أول اجتماع لهذه اللجنة على مدى ساعة في مكتبه في السراي الحكومي، والتي ضمت نائب رئيس الحكومة ووزراء التربية الإعلام العدل المالية التنمية الإدارية الداخلية الطاقة الثقافة الزراعة الشؤون الاجتماعية والمهجرين. مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكدت لتلفزيون لبنان أن العمل لإنجاز مسودة البيان الوزاري سيكون سريعا وسيركز على ما ستقوم به الحكومة في الفترة المقبلة. ولفتت مصادر رئيس الحكومة لتلفزيون لبنان أن الاتجاه هو لعقد جلسات الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل. وفي المعلومات أن العناوين تركز على الوضع الحياتي المأساوي للمواطنين لجهة عدم توفر مادتي البنزين والمازوت إضافة إلى الخبز، وأيضا الوضع الصحي الاستشفائي في ظل جائحة كورونا، إضافة أيضا إلى الوضع المالي الاقتصادي الموجع للمواطن، دون إخفال رسم خارطة طريق العلاقات العربية والدولية والتي يعول عليها الرئيس ميقاتي لإنقاذ لبنان من محنته. وستعقد الجلسة الثانية للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عند 11:30 من قبل ظهر الثلاثاء في السراي. وكان الرئيس ميقاتي أكد أن الأولوية لدينا ستكون الاهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي بأننا فريق عمل واحدا في خدمة جميع اللبنانيين، وسنعمل بهذه الروحية. وجاء كلامه مع وصوله إلى السراي الحكومي عند 12:30 من بعد ظهر الاثنين، حيث أقيم له استقبال رسمي واستعرض ميقاتي ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحيبا. أنت بعد ما يوم التشكيل اللهم ادخلني وادخل صوت واخرجني مخرج صوت واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا. تداعيات رفع الدعم عن الدواء والبنزين على المواطن اللبناني، تحقيق لندى الحوت يلقي الضوء على الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. برمت على دواء استسينا سرع ببرم عليه للدواء شي 4 أيام، وإذا شالوا الدعم وما في دواء كارثة، وإذا في دواء كارثتين وما بعرف لوين واصلين، يعني اخدينا على المهوار. يطرح رفع الدعم عن الدواء تساؤلات كثيرة فيما خص إمكانية المواطن على تحمل الفاتورة الاستشفائية والدوائية في الوقت الذي تراوح الأزمات مكانها بانتظار الحلول مع حصول الحكومة الثقة. ويأتي رفع الدعم في وقت يعاني اللبناني سلسلة من الأزمات الاجتماعية، وسيطلب منه تسديد 80% من ثمن الدواء و 20% على الشركات المستوردة بعد رفع الدعم. طبعا أنا ضد أنه يدفع المواطن 80% من حق الدواء، لسبب أنه شوفي معاشاتهم ما بيقدروا يأكلوا ويشربوا ليدفعوا قيمة الدواء. يلي عنده أسيرانس، الأسيرانس ما بقى بتغطيه. يعني بأسف أنه وصلنا، لبنان كان درجة أولى يجوا من آخر الدنيا لحتى يتحكموا، هلأ ما بقى عنا ولا حكمة ولا مستشفيات. المواطن اللبناني صار متكلف كل شيء، الدولة ما موجودة حتى تعمل شيء، فمضطر يعتمد على حاله، واللي ما بيقدر يدبر حاله هون بيروح لبرا بيهاجر، وهذا اللي بدهن إياه يفضوا البلد. من جهة أخرى أفادت معلومات أن مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لاستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على 8000 ليرة لبنانية. وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة لفت إلى أن عددا كبيرا من المحطات رفض استلام مادة البنزين، ومعظم الشركات المستوردة لم تعد تملك المادة، وباتت معظم المحطات مقفلة اليوم، فيما البواخر
تنتظر القرار الحاسم من مصرف لبنان لتفريغ حملتها. ولفت أبو شقرة أن المحطات القليلة التي فتحت أبوابها اليوم شهدت إشكالات عدة، وأصحاب المحطات غير قادرين على القيام بأي شيء لإيقاف الضغط القائم من دون حماية أمنية. بهيدي بطارية أوفر يعني، واحد يدفع له 100 دولار احنا ندفع له مليون تانكي. شعبنا شعب طيب، شعبنا شعب مسالم، شعبنا شعب حلو. نحن منا زعران، بس اللي عم يمثلونا زعران. اسمحي لي اقول لك اياها، لانه في شيء للاسف يلي ما حدا ما عم يشعر من طريق جديد، وانا بيت بعيش بكار. اذا بده يروح بالسيرفيس بده 15,000، قال معبى تانكه البنزين ب 500، وبالاوتوبيس مثل الكبيس العالم ب 5,000. تطلع تنعدي بالكورونا، والله بتروحي مشي وبتجي مشي، فضلت اني روح واجي مشي. البروفيسور مارون خاطر يطرح عبر الفقرة الاقتصادية الحلول للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية. هل ستستطيع جلسة مجلس الوزراء الأولى أنه تشيل ملفات الطحين والدواء والنفط من أيدي المافيا وترجع لحضن الدولة مثل ما كنا نحن بالسبعينات والستينات؟ هل ممكن هيدا الموضوع انه يصير؟ هيدا شيء اساسي، والناس كلها عم تطالب بتسكير الحدود. هل اليوم وزارة الاشغال وغير وزارات رح تقدر انه تقوم بهيدا الموضوع، انه تشيل كل هالملفات من ايدي المافيا؟ اليوم نحن بنتامل، اول شيء صار عندنا حكومة، لازم نستبشر بالخير، مع انه الفرصة التي يجب ان نعطيها للحكومة هي فرصة حذرة، منا فرصة انه والله تركينهم على راحتهم. نحن فرصتنا اللي بنعطيها هي فرصة حذرة، وانما اليوم هالحكومة بننطر من بعض البيان الوزاري اللي برجع باكد لازم يكون مقتضب وما ياخذ وقت، انه تعمل جلسة اولى فيها صدمة ايجابية، يعني تهز الناس ايجابيا. الصدمة الايجابية سحب الملفات من ايدي المافيا مثلا، اول شيء اللي هو الطحين والخبز والدواء. يعني هودي الثلاثة كتير منيح، تبلش بالكهرباء. انا برأيي توزيع الملفات بيضيع شوي، يعني بيعملها شوي هيك منها كتير مركزة. يشتغلوا على الكهرباء بالاول بجلسة، يخلصوا خطة الكهرباء، ان كان بالاستجرار ان كان عبر بناء المعامل والتفاوض مع الصناديق اللي كانت منحة، وجلسة تانية او بنفس الجلسة يحطوا خطة للبيانو سوبستيتويابل، يعني للمواد يلي هي اساسية للحياة تبعنا مثل الخبز والطحين، ويبلشوا يشوفوا كيف يعملوا آلية، مش يعملوا معالجة. واللي عم تفضلي في آلية طبعا، لأن اليوم المعالجة هي معالجة بتصير على بلبنان ترقيعية مع الوقت. ثالثا بالنسبة لضبط الحدود، ضبط الحدود هيدا منه من ضمن المعالجات، هيدا هو من ضمن المبادئ السيادية. نحن بالنسبة لنا البلد هو يعرف بحدوده، الدولة اللي بتحترم نفسها هي دولة تضبط حدودها. نحن ما رح نزايد ونقول شو لازم يعملوا، هن ناس شغلتهم يدافعوا عن بلدنا ويحمونا ويحموا بلدنا. فهيدا قضية انه يحموا الحدود ويضبطوها هو جزء من مهماتهم يلي نحن ما بدنا نزايد عليهم فيها. تبلغت وزارة المال من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم في 16 أيلول الحالي قرابة 1,135,000,000 دولار بدل حقوق السحب الخاصة، وذلك عن العام 2021 وقيمته 860,000,000 دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275,000,000 دولار على أن يودع في حساب مصرف لبنان. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المال قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى العام 2009. وقع إشكال في وزارة الخارجية والمغتربين بين الوزيرة زينة عكر والأمين العام لوزارة الخارجية هانش ميطلي، وقد جرى خلاله عراك مع أمن الوزيرة وتكسير للأبواب على خلفية تمنع شميطلي عن تسليم البريد للوزيرة. وكما أشرنا في مقدمة هذه النشرة أن شميطلي تعرض للضرب من قبل مرافقي عكر، علما أن وزير الخارجية أصبح عبد الله أبو حبيب، وإن كان لم يتسلم مهامه بعد. هل يبدأ الكلام فعليا مع صندوق النقد الدولي، وماذا عن الشروط؟
بعد تأليف الحكومة الحالية توجهت الأنظار وعاد الحديث عن التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي كان قد وضع شروطا للتدخل في محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان، ومن أبرز تلك الشروط شرط تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف والذي أصبح اليوم 5 أسعار. ماذا يقول مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي أنسو عن هذا الموضوع؟ أولويات صندوق النقد وضع خطة متوسطة الأجل لسد العجز المالي للبنان الآخر في الاتساع والعودة بالدين العام إلى مستويات قابلة للاستدامة، وهون أدى بالصندوق إلى المطالبة مرارا وتكرارا بالإسراع بزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق إقرار الضريبة على الأرباح العقارية وزيادة الضريبة على الفوائد وزيادة الضريبة على أرباح الشركات وزيادة ضريبة تركيب المضافة بمعدل 1%، وهو ما تحقق فعليا في السنوات القليلة المنصرمة. أضف إلى ذلك المطالبة بإلغاء دعم الكهرباء مع زيادة الرسوم لسد العجز المالي لشركة كهرباء لبنان في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق وفورات. وهون قد نكون متجهين في المرحلة المقبلة نحو هذا الخيار، لا سيما في ظل ما يعانيه مصر لبنان من شح في السيولة بالعملات الأجنبية ولجوء الدولة اللبنانية إلى الفيول العراقي كبديل مؤقت ريثما تتضح معالم خطة إصلاح قطاع الكهرباء. من الواضح هون انه جزء كبير من مطالب صندوق النقد الدولي قد اصبح في خانة التحقق التلقائي والمرغم نظرا الى التدهور الحاصل على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي، ولكن ما يطمح اليه البعض من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي هو اضفاء صدقية للمساعي الاصلاحية المطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب المساعدات المرجوة من الخارج من خلال مرجع رقابي صارم لادارة البرنامج الاصلاحي، وهو ما يفتقده لبنان فعليا، نهيك عن محاولة من الدولة اللبنانية للحصول على حوالي 5 أضعاف حصة لبنان في صندوق النقد عن قبة حدود 4 مليار دولار، وهو ما يعول عليه أيضا لتحرير جزء من مساعدات مؤتمر ساد والتي تصل في الإجمال إلى حوالي 11 مليار دولار نهيك عن المساعدات من قبل الدول المانحة الأخرى. أهلا بكم من جديد. عون عرض مع ديلكول الأوضاع في الجنوب مجددا رفضه لأي اعتداء على القوات الدولية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبلغ قائد القوات الدولية يونيفيل ستيفان ديلكول في خلال استقباله في قصر بعبدة أن لبنان يعول كثيرا على التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الجنوب، منوها بما تطلع به هذه القوات من جهود للمساعدة في احتواء التوتر كلما يحصل أي تطور أمني نتيجة الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. وفيما جدد الرئيس عون التزام لبنان تطبيق القرار 1701، دعا إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم تنفيذ هذا القرار، مرحبا بالتمديد لليونيفيل سنة إضافية من دون تعديل في المهمات أو العديد، وذلك في القرار الذي حمل الرقم 2591، مثنيا على ما أضيف إلى القرار من تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني من طريق مساعدات إضافية وعاجلة. ولفت الرئيس عون إلى التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية على عمل القوى الأمنية وعناصرها وعائلاتهم، شاكرا طلب مجلس الأمن الدولي مساعدة اليونيفيل للجيش اللبناني بالوقود والطعام والأدوية والدعم اللوجستي لمدة 6 أشهر. وأكد الرئيس عون رفضه أي اعتداء على القوات الدولية، داعيا إلى حل أي إشكال يمكن أن يحصل مع وحداتها والأهالي بالتنسيق مع الجيش اللبناني. الجنرال ديلكول كان قد قدم للرئيس عون عرضا للوضع في الجنوب ودور اليونيفيل في معالجة التطورات التي تقع بين حين وآخر، لافتا إلى الإجماع الذي لقيه قرار التمديد لها وفق طلب لبنان، أي من دون تعديل في المهمات والعديد.
المكتب السياسي لحركة أمل توقف أمام ظاهرة الالتفاف الوطني التي تجلت يوم رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية في الحركة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان. وبعد اجتماعه كان للمكتب السياسي بيان ذكر بشعار الرئيس بري حي على خير العمل، وأكد أن أولى الخطوات إعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها، وضع خطة عملية للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ووضع القوانين التي أقرها المجلس النيابي موضع التنفيذ. المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار يستكمل في 28 أيلول استجواب قائد الجيش السابق جان أهوجه. يستكمل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار في 28 الجاري استجواب قائد الجيش السابق جان أهوجي كمدعى عليه في الملف. وكان البيطار قد استجوب أهوجي اليوم قرابة 5 ساعات بحضور وكيله المحامي أنطوان طوبية وفرقاء الدعوة. المحامي طوبية وفي حديث صحفي أكد أن قهوجي بريء من الجرم كليا في ملف انفجار المرفأ، مشيرا إلى أننا في الجلسة المقبلة سنقدم بعض المستندات التي تضيء على جزء كبير من الملف والتي ألقت مسؤولية على الجيش، كما أننا وضحنا له بعض المستندات التي لم تكن بحوزته. إلى ذلك أفادت معلومات صحفية أيضا أن فريق الادعاء طلب إجراء مقابلة بين أهوجي ومدير المخابرات السابق قميل ظاهر لتبيان مسؤولية كل منهما ولوجود تناقض في الإفادات. وفي المرفأ كان تجمع أهالي الشهداء. المحامي بيير الجميل أعلن من المرفأ أن الأهالي لن يكشفوا عن الخطوات المقبلة التي سيقومون بها توازيا مع جلسة استجواب الوزير السابق يوسف فنيانوس وجلسة استجواب حسن دياب. وأضاف محذرا إذا رضخ القاضي بيطار لأي تمييع فنتظاهر تحت منزله، وحينها سندعو إلى تنحي أي قاضي لا يسير بالعدل والحق إلى النهاية. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للمعلومات عن رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله طلال حمية، معتبرة أنه مسؤول عن جميع الهجمات التي تنفذها خلايا حزب الله في جميع أنحاء العالم. ودعت من لديهم معلومات عنه إرسالها إلى برنامج مكافأة من أجل العدالة عبر تيليجرام أو سينيال أو واتساب على الرقم ذاته. المزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير. تفقد محافظ بعلبك الهرم البشير خضر والنائبين حسين الحاج حسن وابراهيم الموسوي دائرة نفوس بعلبك للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف على مشاكل الموظفين وعدم قدرتهم على الدوام، حيث كانوا يداومون يوما واحدا في الأسبوع نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية. وخلال الجولة التفقدية أشار المحافظ خضر إلى أن هذه الجولة هي للتواصل مع الدوائر في المحافظة. اليوم بضمن إطار هذه الجولة نحن عم نشوف شو وضع موظفين ألم نفوس بعلبك ويعطيهم العافية عم يشتغلوا أكثر من دوائر أخرى بلبنان مأضربة لتسيير أمور الناس. اللي بيهمنا أنه نقدر نوقف حدهم ونستمع لوجعهم الكبير وأمور كثيرة عم تضيقهم وعم توجعهم، لحتى نشوف كيف فينا نزلل هالعقبات من قدامهم لحتى يقدروا يلتحقوا بعملهم ويقدروا يمارسوا عملهم بشكل قدر الإمكان يكون طبيعي، لحتى يقدروا كمان بقدر الإمكان يخدموا الناس وأهلنا بمحافظة بعلبك الهرم. بدوره قال النائب حسين الحاج حسن: لقد قمنا بزيارة صباحية للمحافظ ولدائرة نفوس بعلبك ولسائر الدوائر، وهدف الزيارة أولا الوقوف إلى جانب الموظفين في هذه الظروف الصعبة. افتتح مجلس إنماء شكا بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وجيز صالة للخياطة والتطريز التي تم تجهيزها ضمن مشروع قدرات الشمال، وذلك في مركز المجلس في شكا. اليوم بصدد تجهيز برنامج محاسبة لـ5 سنين اللي قطعوا، عم نشتغل على تطوير الرؤية وكيف نحن بدنا نقدر نتواصل مع هالشباب الموجودين من وراء، كيف نفهم شو هني بدهم وكيف نحن قادرين ان ننفذ ونعمل اللي هني بدهم اياه. وحضر الحفل فعاليات بلدية وإنمائية، وكان لرئيس مجلس إنماء شكا أرس فادعوس كلمة شدد فيها على أهمية التعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وجيز على تنفيذ مشروع قدرات الشمال، مؤكدا أن هذا التعاون هو بداية لتعاون دائم في المستقبل.
اختتمت الدورة الرياضية في الكرة الطائرة التي نظمها حزب الكتائب في أرنة الحمراء في نادي السيد في البلدة وبمشاركة عدد من الفرق من مختلف المناطق اللبنانية. وقد مثل رئيس الحزب في يوم الانطلاق نائب الرئيس نقيب المحامين الأسبق جورج جريج وحشد من الفعاليات الرياضية من منطقة المتن الشمالي. وفي اليوم الأخير وزعت الكؤوس على الفائزين بحضور رئيس اللجنة الأولمبية بيير الجلخ ونائبه، وقد فاز كل من فريق جامعة القديس يوسف وفريق قرنة الحمراء. دوى انفجار بعد ظهر اليوم في حي الرمل في مدينة السور داخل عيادة الدكتور ألف حسون لطب الأسنان نتيجة تسرب البنزين من المولد، وقد أصيب بجروح مع سكرتيرته، وأصيب بالإغماء 3 آخرون كانوا في نفس المبنى وقد نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة. أغار سلاح الجو الإسرائيلي فجرا على عدة مواقع تابعة لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ مساء الأحد باتجاه إسرائيل حسب ما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية والجيش الإسرائيلي. خطف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في زيارته إلى طهران اتفاقا أو حلا مؤقتا مع السلطات الإيرانية بحسب ما أعلن لاحقا في خطوة هدأت التوترات التي طفت على السطح خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد التقرير الذي أعدته الوكالة والشديد اللهجة تجاه العرقلة الإيرانية. نائب رئيس الوزراء القطري يلتقي رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخواند المعين من قبل طالبان. زار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن رحمن آل ثاني العاصمة الأفغانية كابول، حيث التقى الملا محمد حسن أخواند رئيس الوزراء المعين من قبل طالبان. وأعلن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أن قيادة الإمارة الإسلامية شكرت حكومة قطر على دعمها للشعب الأفغاني في الوقت الحرج. كما التقى وزير الخارجية القطري بالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في ظل الحكومة الأفغانية السابقة. وأفادت مصادر متابعة أن وزير الخارجية القطري شجع الأطراف الأفغانية على الانخراط في المصالحة الوطنية ودعا الحكومة إلى ضمان حرية المرور والسفر للجميع والالتزام بمكافحة الإرهاب. وأضافت المصادر أن المباحثات مع القادة الأفغان شملت مستجدات مطار كابول وسبل التقدم والمضي قدما في البلاد. النشرة انتهت، ألقاكم في 11:30 من هذا المساء، إلى اللقاء.